حدثنا لهذا الأسبوع هو متوقع جدا، كثيرين يتوقعون شنو الحدث اللي راح نتناوله في هالأسبوع، لأنه هو يطغي على بقية الأحداث الأخرى، وهو خبر تحويل أو بالأحرى إرجاع آيا صوفيا إلى مسجد بعد ما كان متحف. بالحقيقة في البداية آيا صوفيا كانت مشيدة على شكل كنيسة، ثم تحولت إلى مسجد، ثم في سنة 1934 بظل العلمانية التي تأسست في تركيا تحولت آيا صوفيا إلى متحف، وابتداء من الجمعة القادمة راح ترجع مرة أخرى آيا صوفيا إلى مسجد. حاولت بالحقيقة أن أبتعد عن هالموضوع في حدث الأسبوع وأن أتناول أي حدث آخر بسبب الجدل الكبير الذي خلق هذا الخبر، والذي ممكن أن يخلق هذا الخبر في مواقع التواصل الاجتماعي أو في كل حديث ممكن أن يتم بهذا الموضوع. لكن مثل ما ذكرت في البداية، الموضوع يطرح نفسه، بمعنى أنه هو يكتسح أي موضوع آخر أمامه حتى لو كان هذا الموضوع أكثر أهمية، وهذا هو مفعول الإعلام. الإعلام في كثير من الأحيان يحط التركيز على حدث معين ويجعل موضوع رأي عام ويجعل حديث الشارع، حتى لو كانت أو بالحقيقة أحيانا يكون أكو أحداث أخرى أهم من هذا الحدث يتجاهلها الإعلام في سبيل أن يقدم لنا هذا الحدث اللي هو آيا صوفيا وكأنه هو الحقيقة الوحيدة اللي موجودة في هذا الأسبوع، في حين هناك مشاكل أخرى، في حين هناك أشياء كثيرة أخرى هي أهم ممكن أن تكون من هالموضوع. مع ذلك إحنا يبقى تركيزنا، يبقى تركيز الإعلام، يبقى ثقافتنا الإعلامية هي التي تجعلنا أن نركز على هذا الحدث، لأن هو الإعلام جعل حديث هذا الأسبوع. أي موضوع لما يتحول إلى رأي عام، إلى رأي الشارع، نلاحظ مدى تباين وجهات النظر في هذا الموضوع. وبالحقيقة هو يتحول إلى رأي عام لأنه هناك وجهات نظر عديدة بخصوص موضوع معين، فيأخذ كل هذه الأهمية بالنسبة للناس. الأغلبية فسر هذا الحدث من الناحية السياسية، وهذا مو شغلي أبداً أنه أنا أتدخل بهالمواضيع السياسية، ولا أنا فسر من هالتفسيرات، ولا هذا هدف برنامج حدث الأسبوع أن يتناول كثير من الأحداث من الناحية السياسية. مثل ما نقول بالعامية، هذا مو شغلنا في النهاية. مع ذلك أنا أريد أن أركز على تباين وجهات النظر بين مؤيد لهالحدث، مؤيد لاسترجاع أو إرجاع آيا صوفيا إلى مسجد بسبب الحق الذي ممكن أن يعطوه إلى تركيا كحق دستوري في النهاية، وبين الذين فعلا يشوفون أنه هذا الحدث هو نوع من ابتعاد عن العلمانية التي تأسست من قبل مصطفى كمال أتاتورك في ثلاثينات القرن الماضي. أيضا الكنيسة أخذت موقف بهالموضوع. قبل يومين سمعنا من البابا فرانسيس أنه هو سمع عن آيا صوفيا بألم كبير، وكثير أيضا من الجهات الدينية عبرت عن أسفها لهالرمز الكبير آيا صوفيا الذي تحول لأسباب عديدة إلى مسجد أيضا. مع ذلك اللي أريد أن أقوله في حدث الأسبوع أنه لاحظوا أنه كل حدث يتم في العالم وكل انقسام في الرأي يصير في العالم حول موضوع معين أو حول حدث معين يجعلنا نفكر إحنا أيضا من الناحية الإيمانية في هذا الحدث، وهذا مهم جدا أن نقوم به، أن ما ننسى إيماننا في هذا الموضوع. وهذا اللي أنتم ممكن أن تلاحظوه في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، أكو مئات لا بل آلاف المنشورات التي تخص هذا الخبر المحزن المؤلم. البعض يوجه بعض كلمات الكراهية بسبب هذا الموضوع، والبعض أيضا يأخذ هالموضوع من ناحية إيمانية، من ناحية سهلة، من ناحية أن يقول على الأقل أنه الكنيسة ما كانت أبدا جدران، هي جماعة المؤمنين. بغض النظر عن كل التفسيرات التي تقدم، شقد مهم أنه إحنا بالإضافة إلى التفسيرات الكثيرة التي ممكن أن يفسرها الحدث ويعطينا إياها الإعلام، شقد مهم أنه إحنا أيضا كمؤمنين نضيف بعد آخر في هذا الحدث اللي هو البعد الإيماني، هذا البعد الذي يجعلنا أبدا ما نتنازل عن حماسنا، عن إيماننا، على الرغم من هالخبر المؤسف الذي ممكن أن يكون أمامنا وأمام كثير من الأمور الأخرى التي تحدث في حياتنا.